طب برضو من الحاجات اللي المفروض انا كمارين دراج ناتشورال برودكت كيمست المفروض ان انا ابقى عارف التاكسونومي بتاع المارين كرييتشرز. هو ايه السبب يا جماعه؟ هل انا يعني بحب احفظ؟ لا انا مش بحب احفظ حاجه، بس لازم يكون عندي يعني جنرال ايديا كده او فكره عامه عن المارين كرييتشرز تاكسونومي. ليه؟ لان انا لا يوم ما هروح اجمع عينات فلازم ابقى رايح عارف انا هجمع ايه، مش هروح اجمع حاجه هاب هازارد كده والاخر اجي اعمل سكريننج ما لقيش اي حاجه او اكتف كونستيتوينتس. فلازم ابقى عارف اصلا المارين كرييتشرز التاكسونومي بتاعتها الجنرال اوتلاينز بس، وكل جروب من الجروبس اللي موجوده عندي متوقع ان انا الاقي فيها ايه. يعني على سبيل المثال المارين الجي من الحاجات اللي موجوده فيها عشان نبقى عارفين يا جماعه لو هي بلو جرين الجي مين اللي انا بلاقي موجود عندنا، السايكليك بولي بيبتايدز والسايكليك ديبتي بيبتايدز واللينير بيبتايدز بصفه عامه. دي من الحاجات اللي ليها بيولوجيكال اكتيفيتي عاليه قوي، فعشان يوم ما اروح اجمع عينات اركز على البلو جرين الجي مثلا. الجرين الجي من الحاجات اللي فيها ستيرولز طبعا ما تهمنيش بحاجه. الريد الجي مين اللي بيبقى موجود فيها اصلا يا جماعه؟ بولي هالوجينيتد مونوتربينز، ودي من الحاجات اللي لها سايتوتوكسيك اكتيفيتي عاليه. طب السبونجز؟ السبونجز بيبقى فيها موجوده عندي حاجات بولي كيتايدز مثلا، ودي بتبقى نتيجه المايكرو اورجانيزمز اللي عايش عليها عشان نكون عارفين. وممكن الاقي موجود عندنا في كمان مايكرو اورجانيزمز عايش على السبونجز تطلع لي بولي بيبتايدز. طب الكورالز؟ الكورالز هلاقي موجود فيها تربينويدال كومباوندز جنرالي كده يعني. طب الملاسكس اللي موجود عندنا والنودي برانكس؟ هلاقي موجود فيها بولي بيبتايدز. المايكرو اورجانيزمز ممكن الاقي موجود عندي طبعا فيها بولي بيبتايدز، ممكن الاقي موجود عندنا فيها بولي كيتايدز او ماكرولايدز. التونيكتس اللي موجود عندنا ممكن الاقي موجود فيها الكالويدز مثلا كاكزامبل، وممكن الاقي فيها بولي بيبتايدز كمان. الايكينودرمز اللي موجود عندنا ممكن الاقي موجود عندي اريتنت كومباوندز، النودي برانكس، بولي بيبتايدز. السولنتريتس او بيسموها كولنتريتس، السولنتريتس دي النطق بالامريكي، كولنتريتس ده النطق بالبريتش انجلش. دي ممكن الاقي فيها بولي بيبتايد زي الجيلي فيش مثلا كاكزامبل. برايزونز اللي موجود عندنا ممكن الاقي فيها بولي بيبتايدز. الماملز اللي موجود عندنا طبعا برضو يعني الى حد ما اشتغلوش عليها كتير عشان نكون عارفين يعني. يبقى معنى كده ان انا اللي يهمني هنا ان انا اتعرف على المارين تاكسونومي او المارين كريتشرز تاكسونومي عشان اعرف اصلا ان انا موجود عندي فيه ديفرنت كيميكال كومباوندز موجوده عندنا زي النيوكليوسايدز موجوده في السبونجز او المايكرو اورجانيزمز اللي بتعيش على السبونجز، سايكليك بيبتايدز ولينير بيبتايدز والكلام ده كله ممكن تكون موجوده في البلو جرين الجي. الكالويدز تونيكتس زي ما قلنا مده شويه، البوليكيتايدز زي السبونجز. الفيش ممكن الاقي فيها البوفا او الاقي فيها بولي ان ساتوريتد فاتي اسيد زي الفيش اويل. الكورالز بلاقي فيها تربينويدز ودي بتستخدم كانتي انفلاماتوري. ده اللي يهمني طبعا زي ما قلنا مده شويه يا جماعه في المارين كريتشرز تاكسونومي. يبقى انا ما بحفظش، انا بس ببقى عارف، لاني بعد كده يوم ما هجمع عينه انا بسافر بلاد يعني بسافر مسافه كبيره جدا ممكن توصل ل 15 16000 كيلو. يبقى مش هروح اجمع عينات ما فيهاش حاجه، لا ده انا ببقى دارس البلانت تاكسونومي او المارين كريتشر تاكسونومي بحيث ان انا لما اجي اجمع عينات ابقى عارف انا هجمع ايه. طب لو انا موجود عندنا سامبل يعني ازاي اجمع اي مارين سامبل اعمل له كولكشن؟ طبعا احنا قلنا قبل كده لو انا موجود عندنا السامبل اللي موجود عندنا يا جماعه في شالو ووتر او نير الشورز قريب من الشواطئ يعني ممكن اعمل هاند كوليكشن او بيسموه انتر تايدال كوليكشن او تايدال كوليكشن ده بالهاند يعني، او ممكن اسميها بالسنوركلينج او عمليه السنوركلينج نفسها يعني. يبقى انا ممكن اجمع العينه بايدي او ممكن اجمع العينه بالسنوركلينج. طب لو العينه اللي موجوده عندنا هنا يا جماعه يعني في ووتر بس الدبس بتاع الووتر اللي موجود عندنا مش اكتر من 100 فيت، انا ممكن اجمعها بالسكوبا دايفنج. بنزل طبعا باخد السكوبا ديفايس اللي موجود عندي اللي هو الاير تانك والسنوركل وموجود عندنا طبعا الفينز، باخد الحاجات دي كلها والسكوبا سوت كمان اللي هي البدله بتاعت السكوبا بلبسها وبنزل اجمع العينات اللي موجوده عندنا بس مش اكتر من 100 فيت زي ما قلنا مده شويه. طب لو العينه اللي موجوده عندي اكتر من 100 فيت في الحاله دي طبعا هضطر ان انا استخدم السبمارينز او هستخدم السبميرسبلز اللي موجود عندنا هنا. بيبقى موجود عندنا شخص، الشخص اللي موجود عندنا ممكن يدخل في السبمارين
وبعد كده بياخدها وينزل تحت ويجمع العينة ويطلع مرة تانية. بتبقى طبعا حاجة بالريموت كنترول يعني بالعربي. هنا بيصور لي برضو عملية المارين سامبل كوليكشن، بيقول لي ده انا لو السامبل موجود عندي في شال ووتر انا ممكن بجمعها باي هاند او بيسموه انتر تايدل. يعني معنى كده انتر تايدل يعني ايه؟ لما البحر بيطلع المايه بتاعته ويدخل مره تانية فبيطلع لي العينه على شاطئ البحر، يعني دي بيسموها انتر تايدل. ممكن بالهاند او ايه يعني لو الشال ووتر بجمعها بايدي، او ممكن بالسنوركلينج زي ما قلنا مده شويه. ممكن لو العينه اللي موجوده عندنا هنا من 10 ل 100 فيت انا ممكن اجمعها بالسكوبا، لو هي اكتر من 100 فيت فانا بجمعها بالسب مارين او السب ميرسبلز بصفه عامه يعني. طب انا جبت العينه اللي موجوده عندنا، العينه المفروض برضو نخلي بالنا يا جماعه، انا لو موجود مين لي حتى كمان بولي بيبتايدز في السامبل بتاعي فانا لازم اخاف عليها، لازم ابقى كوشيس بالعربي كده، ان ممكن البولي بيبتايدز يحصل لها هيدروليسيس تحول لامينو اسيد. طبعا الامينو اسيد ما هي موجوده عندي في اي حته، انا يهمني اصلا البولي بيبتايد لان بيبقى لها بيولوجيكال اكتيفيتي. فالمفروض ان انا في الاول خالص اول ما بجمع العينه بتاعتي طبعا بعمل لها بريزرفيشن طبعا، يا اما فيري لو تمبريتشر وباخد معايا ايس تانك وبحط كمان على العينه اللي موجوده عندنا عشان نبقى عارفين يا جماعه ايزوبروبيل الكحول. وانا بحط ايزوبروبيل الكحول ليه؟ الايزوبروبيل الكحول من الكاركترز بتاعته ان هو يعتبر ويكلي فولاتايل وليه انتي مايكروبيال وانتي بكتيريال اكتيفيتي. والحاجه الثالثه طبعا كمان زي ما احنا عارفين يا جماعه ان هو من الحاجات اللي بتعمل انكتيفيشن الانزيمز اللي موجوده عندي. يعني انا موجود عندنا انزيمز في قلب المارين اورجانيزم مش هيكسر لي الاكتيف كونستيتوينت مره ثانيه. عملت بريزرفيشن وعملت يعني اندر لو تمبريتشر وحطيت ايزوبروبيل الكحول، المفروض ان انا بعد كده بقوم جايب العينه اللي موجوده عندنا اعمل لها سايز ريدكشن في خلاط بالعربي كده ستانلس ستيل، عشان ما يبقاش موجود عندنا طبعا انتر اكشن بتوين الاكتيف كونستيتوينتس والبلندر اللي موجود عندنا. عملت سايز ريدكشن، المفروض بعد كده بعمل طبعا ايه عمليه اكستراكشن. وانا هنا في الحاله دي برضو عشان نبقى عارفين يا جماعه انا بعمل اكستراكشن باورجانيك سولفنت، ما بعملش اكستراكشن بووتر. ايه السبب؟ طبعا احنا عارفين ان البايو اكتيف كونستيتوينتس في اي مارين كرييتشر المفروض ان هو بيحتفظ بيها لنفسه في قلب التيشوز بتاعته عشان بيحس ان هو يدافع بيها عن نفسه، مش طول ما هو طول النهار بيعمل سكريشن في قلب الووتر، والا مش هيقدر يصنع كميه مهوله كده يعمل بيها سكريشن في الووتر. فعشان كده الاكتيف كونستيتوينتس مين اللي بتبقى لايبوفيليك وبتبقى موجوده جوه التيشوز بتاعت المارين اورجانيزم. عشان كده المفروض ان انا بعمل اكستراكشن باورجانيك سولفنت اصلا يا جماعه، يعني بعد بقوم حاطط في البلندر اللي موجود عندنا ميثانول ميثيلين كلورايد بنسبه 1:2 مثلا، وبعد كده بعمل ميكسنج وبعد كده بعمل بليندنج وبعد كده المفروض بعمل فلتريشن ثرو مازلين. فالمفروض ان انا هنا الميثيلين كلورايد ميثانول بياخد لي المواد الفعاله اللي موجوده عندنا اللي هي الاكتيف كونستيتوينتس اللي هي اللايبوفيليك. اللايبوفيليك كومباوندز بتبقى سوليبل في الاورجانيك سولفنتس، ما بتبقاش سوليبل في الووتر طبعا زي ما احنا عارفين. وبالتالي طبعا انا لو جيت واحد قال لي ده انا هعمل اكستراكشن بووتر اعرف ان هو ما عندوش يعني علم عن عمليه الاكستراكشن والايزوليشن بتاع الاكتيف كونستيتوينتس، لان البايو اكتيف كونستيتوينتس هنا مش هيحصل لها اكستراكشن اصلا لان هي لايبوفيليك. لايبوفيليك كومباوندز ان سوليبل في الووتر وبالتالي مش هتبقى سوليبل في الووتر. طبعا انا هنا عشان نبقى عارفين برضو يا جماعه اثناء ما بعمل عمليه اكستراكشن انا ما بسخنش اكتر من 30 درجه، والا البولي بيبتايدز اللي موجوده عندنا طبعا بيبدا يحصل لها دي ناتوريشن او هيدروليسيس طبعا زي ما احنا عارفين بتحول لامينو اسيدز. هنا هو بيبين لي هنا في الحاله دي ازاي انا بعمل عمليه اكستراكشن. طبعا هنا طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه العينه بتاعتي انا بجيبها وبحطها اصلا في ميثيلين كلورايد ميثانول، بعد كده بحطها في بلندر وبعمل لها ميكسنج وسايز ريدكشن طبعا عشان ازود السيرفس اريا وبالتالي الافشنسي بتاعت الاكستراكشن يبقى احسن طبعا. بعد كده المفروض ان انا ممكن باخد الميكسد الماتيريال اللي موجود عندنا بلس السولفنت، وممكن بحطها اصلا عشان نبقى عارفين برضو يا جماعه على هيتر بس ما تزيدش عن 30 ديجري عشان يحصل عمليه اصلا اكستراكشن كويس يعني، او يحصل سولوباليزيشن الاكتيف كونستيتوينتس اكتر في الاورجانيك سولفنت. بس في نفس الوقت انا ما بستخدمش تمبريتشر اكتر من 30 ديجريز والا هيحصل دي ناتوريشن البولي بيبتايدز اللي موجوده عندنا. عملت اكستراكشن للعينه اللي موجوده عندي. طيب المفروض ان انا بعد كده بعمل ايه يا جماعه؟ بعد كده المفروض ان انا بعمل حاجه اسمها بريليمينري بيولوجيكال سكريننج. زي كاكزامبل مثلا بقوم جايب براين شريمب
او بجيب سنيلز او بجيب جولد فيش، نوع من انواع الفيش صغير كده، بحطهم في بيكرز، بعد كده بحط عليهم الماده اللي موجوده عندنا او الاكستراكت. والله لو كان الاكستراكت اللي موجود عندي دي في فارماكولوجيكالي اكتف كومباوند يبقى مؤكد، زي ما احنا شفنا مثلا كاكزامبل يا جماعه لو احنا فاكرين يعني في التترودوتوكسن. التترودوتوكسن كان بيعمل ايه؟ كان في سمول دوز بيستخدم ك صوديوم شانل بلوكر، وبالتالي ممكن يستخدم كبين كيلر. طب في لارج دوز لا، ده هيشتغل بقى، هيعمل بلوكينج للصوديوم شانلز كلها، وبالتالي طبعا مش هيبقى فيه اصلا بولاريزيشن ولا دي بولاريزيشن، وبالتالي مش هيبقى فيه ريسبيريشن، هيحصل ريسبيراتوري كولابس والشخص هيموت. هنا نفس الموضوع، لو انا موجود عندنا مثلا فارماكولوجيكال اكتف كومباوند وحطيتها بلارج دوز هنا على البراين شريمب او السنيلز او الجولد فيش، طبعا هنا لو هي صوديوم شانل بلوكرز يبقى مؤكد في الحاله دي هتبقى فيري سترونج بالكونسنتريشن عالي، هتعمل ريسبيراتوري كولابس، وبالتالي البراين شريمب اللي موجود عندنا هيموت. يبقى معنى كده ان لو حصل ديث هنا للجولد فيش او للسنيلز او للبراين شريمب، ده مؤكد طبعا يا جماعه ان هيبقى موجود عندي فارماكولوجيكالي اكتف كومباوند وانا حاططها بلارج دوز، ده ممكن يبقى لها ايه فارماكولوجيكال اكتيفيتي او تبقى ميديسن بعد كده، زي ما احنا شفنا في حاله التترودوتوكسين مثلا. هنيجي نبص هنا على البراين شريمب توكسيستي الموجود عندنا، هنا بيبقى فيه بيكرز، البيكرز الموجود عندنا بحط فيه براين شريمب وبحط فيه الدراج اللي موجود عندنا والاكستراكت، وبعد كده ببدا ابص تحت الميكروسكوب. والله لو كان موجود عندنا البراين شريمب بعد 24 ساعه، عشان نبقى عارفين يا جماعه، ببدا ابص في كنترول موجود عندنا وفي كمان ايه التيست. والله لو لقيت عدد كبير مات يبقى مؤكد في الحاله دي ان الكومباوند اللي موجود عندنا او الاكستراكت اللي موجود عندي، عشان نبقى عارفين من الكاركترز بتاعته ان هو هيبقى توكسيك، وبالتالي ما دام توكسيك يبقى احتمال كبير جدا في ماده فارماكولوجيكالي اكتف او بايو اكتف كومباوندز بصفه عامه. يبقى انا كده دي اول حاجه. طب هنفترض ان انا ما لقيتش فيه توكسيستي خالص، او ما لقيتش موجود عندنا اصلا البراين شريمب اللي موجود عندنا، ما هيحصل له اي حاجه، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان المواد اللي موجوده عندي ممكن تبقى نيوتريانتس مش فارماكولوجيكالي اكتف يا جماعه، يعني معنى كده ان هو ممكن حتى بيتغذى عليها كمان، يعني عشان نبقى عارفين. فاحتمال كبير جدا ما بقاش فيها دراج من الدراجز اللي هي لها فارماكولوجيكالي او سترونج بايو اكتف او بايو اكتيفيتي. يعني المفروض بعد ما بعمل السكريننج اللي احنا قلنا عليه من مده شويه، اللي هو البريليمينري بايولوجيكال سكريننج، وتعرفت ان انا موجود عندنا ماده او اكستراكت، الاكستراكت ده فيه مواد او ماده يعني تعتبر بايو اكتف كومباوند، المفروض ان انا ببدا اعمل حاجه ثانيه بيسموها اصلا البايو اسي جايد فراكشنيشن. يعني ايه بايو اسي جايدد فراكشنيشن؟ بالعربي كده انا كنت جبت كرود اكستراكت ولقيت فيه توكسيستي موجود على البراين شريمب، هبدا اعمل ايه؟ طب انا مش عارف الاكتف كونستيتيونت او الاكتف كومباوند اللي موجود عندنا دوت النيتشر بتاعته ايه؟ هل هو يعتبر الى حد ما بولر ولا مايلدلي بولر؟ ولا اصل في مثلا ممكن يكون موجود عندي 100 كومباوند مثلا، هقوم جاي اعمل ايه يا جماعه؟ هقوم جاي اعمل حاجه اسمها فاكيوم ليكو كروماتوجرافي، اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، ان انا بجيب سيليكا جيل وبجيب كولوم وبخنر فلاسك، طبعا بحط العينه اللي موجوده عندي او الاكستراكت على السيليكا جيل على الكولوم اللي موجود عندي، واستخدم البخنر فلاسك. بعد كده ببدا احط في الاول خالص بتروليوم ايثر، وبعد اعمل ساكشن بتروليوم ايثر هياخد لي المواد اللي هتبقى صلب في البتروليوم ايثر. بعد كده المفروض احط مثلا 50% بتروليوم ايثر 50% ايثايل اسيتيت، هياخد لي الكومباوندز اللي هي المور بولر شويه، اللي هي سوليبل في الميكشر بتاع البتروليوم ايثر والايثايل استيت. بعد كده اقوم جاي عامل ايه 100% ايثايل استيت، هيعمل لي اكستراكشن للمواد اللي بتسوليبل في الايثايل استيت. بعد كده اقوم عامل اليوشن مره ثانيه بميثانول، يعمل لي اكستراكشن للمواد اللي هي سوليبل في الميثانول. اقوم جاي عامل ايه؟ اقوم جاي عامل برده نفس التكنيك مره ثانيه يا جماعه، اقوم حاطط الاكستراكت دوت على البراين شريمب، الاكستراكت ده اللي هو البتروليوم ايثر ايثايل استيت الايثايل استيت الميثانول كل واحد لوحده على البراين شريمب، اشوف ايه اللي هيحصل. هنفترض مثلا كاكزامبل ان انا لقيت التوكسيستي في الايثايل استيت اكستراكت، يبقى الاكتف كومباوند او البايو اكتف كومباوند موجود في الايثايل استيت ومش موجود في بقيه الاكستراكتس الثانيه. اقوم جاي اعمل ايه؟ اقوم جاي اعمل اتش بي ال سي اللي احنا شرحناه برده قبل كده لو احنا فاكرين. بقوم جاي اعمل انجكشن في جهاز الاتش بي ال سي، فبيبدا يفصل لي الكومباوندز اللي موجوده عندنا. هنفترض كاكزامبل ان انا اتفصل عندي 4 كومباوندز 10 كومباوندز 5 كومباوندز زي ما يطلعوا. بقوم جاي مجرب برضو البايو اكتيفيتي بتاعت الكومباوندز اللي طلعت لي دي يا جماعه على البراين شريمب. هفترض ان في كومباوند نمبر 3 هو اللي طلع اصلا بيعمل توكسيستي للبراين شريمب، يبقى معنى كده ان هو ده الكومباوند اللي هو البايو اكتيف. هقوم جاي عامل ايه؟ هقوم جاي عامل استراكشر اليوسيديشن واتعرف على النيتشر بتاعت الكومباوند، وبعد كده ممكن لو هو
ليه فارماكولوجيكال اكتيفيتي، هبدا بقى اجرب واتعرف على ازاي هو بيعمل توكسيستي للبراين شريم. بعد كده المفروض طبعا لو لقيته فيري سترونج ليه فارماكولوجيكال اكتيفيتي عاليه، ممكن نصنعه بلارج سكيل وممكن نعمل له كلينيكال ترايلز، الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. طب احنا هناخد اكزامبل مثلا على السودو توريسين اللي هو يعتبر من الحاجات الانتي انفلاماتوري. هفترض ان انا جبت مثلا الاكستراكت بتاع السوفت كورال اللي هو السودو تيرو جورجيا اليازابيثي، وجيت عملت اكستراكشن للكورال دوت، وبعد كده قمت مجرب على الكوكس تول اللي احنا قلنا عليه، ايه اللي هيحصل؟ ده اكتف. اكتف ازاي؟ يبقى مؤكد، زي ما انا شفنا مثلا كاكزامبل برضو يا جماعه هنا دلوقتي الكوكس 2، انا المفروض لو حصل لي تروما، لو انا اتخبطت في الجلد بتاعي وفي جسمي، المفروض ان انا ببص الاقي موجوده عندنا هنا يا جماعه، في موجوده عندنا حاجه اسمها كوكس 1 وكوكس 2، دول بيعملوا اكتيفيشن للفري فاتي اسيدز اللي موجوده في السكين بتاعي، وبيحصل ليبريشن للفري فاتي اسيدز، يبدا يحصل لهم اصلا اكتيفيشن بالكوكس 1 والكوكس 2 وتحولوا للبروستاجلاندنز. البروستاجلاندنز اللي موجوده عندنا دي هي مسؤوله اصلا عن الانفلاميشن، او ان انا بحس بالم في جلدي. طب لو انا كان الكومباوند اللي موجود عندنا بيعمل انكتيفيشن، هو بيحصل اكتيفيشن زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، وهيبدا يتحول الفاتي اسيدز اللي موجود عندنا طبعا زي ما احنا شايفين ل بروستاجلاندنز، تبدا يحسس لي النيورونز بان في انفلاميشن موجود عندنا وفي تروما. طب لو انا جبت هنا في الحاله دي حاجه كوكس 1 اور كوكس 2 انهبيتور، يبقى هيحصل انهبيشن للايه؟ للانزيم زي ما هنشوف دلوقتي. اهو هنا بيبدا يحصل طبعا بين ترانسميشن، وبيطلع طبعا البين على الايه؟ على المخ. لو انا جبت بقى في الحاله ديت كوكس 1 اور كوكس 2 انهبيتور، يبقى يحصل انهبيشن لعمليه الترانسميشن بتاعها، زي ما احنا شايفين كده هيبدا يحصل انهبيشن للكوكس 1 او كوكس 2، وما يتحولش الفري فاتي اسيدز للبروستاجلاندنز، وبالتالي ما بقاش فيه اصلا يا جماعه بين ترانسميشن، وبالتالي مش هبدا احس بالالم اللي موجود عندنا، وهو ده الميكانيزم بتاع الكوكس 1 او الكوكس 2 انهبيتورز بصفه عامه. هنفترض كاكزامبل يعني ان احنا زي ما احنا شايفين كده اهو، جبت الاكستراكت اللي موجود عندنا وبدات اجربه على الكوكس 1 وكوكس 2، لقيت ان الاكستراكت كتوتال اكتف. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل فراكشنيشن. ده الفراكشن اللي موجود عندنا اللي هي الاسايل اسيت هي دي الاكتف، يبقى الكومباوند اللي هو الاكتف هو ده اللي موجود في الاسايل اسيت. طب هعمل ايه؟ اتش بي ال سي، هبدا افصل الكومباوند اللي موجود عندنا. فصلت الكومباوند، لقيت كومباوند نمبر 3 مثلا هو البايو اكتف، هبدا اعمل استراكشر اوكسيديشن. ده هو الاستراكشر ده، انا اتعرفت ان هو عباره عن فينوليك تربينويدال جلايكوسايد كومباوند. ببدا اعمله ستراكشر اوكسيديشن زي ما قلنا مده شويه، ببدا بقى اجرب الميكانيزم اوف اكشن، ببدا اجرب الكلينيكال ترايلز، ببدا في الاخر خالص اعمل له ابروفال كدراج في الاخر خالص يا جماعه، وببدا انتجه بالكيميكال سينسز طبعا زي ما احنا عارفين يعني. طبعا النهارده عشان نبقى عارفين السودو توريسين اللي احنا شفناه من مده شويه يا جماعه، ده ابروفد خلاص كدراج بيستخدم كانتي انفلاماتوري في السكين كونديشنز، يعني واحد اتخبط في جلده وحصل تروما، المفروض ان انا ممكن استخدم له السودو توريسين بصفه عامه يعني. يبقى انا كده ده بسميه بقى سي جايدد فراكشنيشن، ان انا بعمل ايه؟ بجيب الاكستراكت وببدا اجرب انه هل هو ليه بيولوجيكال اكتيفيتي ولا ملوش. بلي بيولوجيكال اكتيفيتي، ببدا اعمل فراكشنيشن واشوف اي فراكشن هي الاكتف. بعد ما ببدا اشوف اي فراكشن هي الاكتف، ببدا افصل الكومباوندز اللي موجوده في الفراكشنز بالاتش بي ال سي او باي نوع من انواع الكروماتوجرافي. ده الكومباوند نمبر 3 هو ده الاكتف او البايو اكتف، يبقى معنى كده ان انا اتعرفت بعد كده ان ده الكومباوند الاكتف، بعمل له ستراكشر اوكسيديشن والكلام ده كله يا جماعه. يبقى انا بعمل فراكشنيشن او تجزئه بناء على ايه؟ بناء على اني بعمل بايو اسي او بعمل سكريننج بالعربي كده البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعت الكومباوند اللي موجوده عندنا. فصلت الكومباوند، ازاي اعمل له ستراكشر اوكسيديشن؟ والله انا بقى مين اللي انا موجود عندنا 6 تكنيكس عشان نكون عارفين وشرحناهم قبل كده طبعا يا جماعه. اول حاجه الاليمنتال اناليسيز، ودي بتعرف بيها على البرسنتج بتاعت الكربون والهيدروجين والنيتروجين والاكسجين في الكومباوند، وبتعرف بيها على المولكيولار فورمولا بتاعت الكومباوند اللي موجود عندنا. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا اللي هي اليو في او الالترا فايولت، دي انا بتعرف فيها هل الكومباوندز الموجوده عندنا فيها كونجوجيتد دبل بوندز او كونجوجيتد سيستم ولا فيش. والله لو في ابزوربشن في اليو في او في لامدا ماكس، يبقى مؤكد ان الكومباوند ده فيه كونجوجيتد دبل بوندز. طب لو ما فيش ابزوربشن اصلا يا جماعه، او في اصلا ستريت بيز لاين، يبقى او ما فيش بيكس بالعربي كده،
يبقى مؤكد في الابزوربشن بيكس، يبقى مؤكد في الحاله دي ان الكومباوند اللي موجود عندي ما فيهوش كونجوجيتد سيستمز او ما فيهوش اروماتيك سيستم بالعربي. بعد كده بيبقى موجود عندنا الانفراريد. انا بتعرف من الانفراريد في حاجه اسمها فانكشنال جروب ريجن وفينجر برينت ريجن، دي عباره عن الكتروماجنتيك ويفز. المفروض ان انا من 600 ل 1400 بيبقى موجود عندنا حاجه اسمها فينجر برينت ريجن، ودي بتعرف لي على الفينجر برينت او النيوكليس بتاعت الكومباوند. في فانكشنال جروب ريجون من 1400 ل 4000 سنتيمتر ماينس 1، ودي بتعرف لي على الفانكشنال جروبس اللي موجوده عندي في الكومباوند. هل انا موجود عندنا او اتش او ان اتش من 3300 ل 3600؟ هل انا موجود عندنا هنا سي اتش اروماتيك من 3000 ل 3200؟ هل انا موجود عندنا سي اتش الفاتيك من 2800 ل 3000؟ هل انا موجود عندنا كربونيل جروب كاكزامبل؟ يعني الكربونيل جروب اللي موجوده عندي ديت هل هي موجوده تقريبا في رينج من 1680 ل 1730 بصفه عامه؟ ده انا كمان عشان نبقى عارفين يا جماعه، انا لو موجوده عندي هنا يعني كربونيل جروب في امايد المفروض انها بتظهر عند 1650 سنتيمتر ماينس 1. ده انا لو موجود عندي كربونيل جروب في استر بتظهر عند حوالي 1730 سنتيمتر ماينس 1. يبقى انا بتعرف على الفانكشنال جروب وتعرف على النيوكليس كمان بنسبه الانفراريد. ماس بيك بيعرفني طبعا على المولكيولر بتاع الكومباوند اللي موجود عندنا، ومنها بتعرف على المولكيولر فورمولا بتاعت الكومباوند اللي موجود عندي. المفروض في حاجه اسمها ان ام ار نيوكليو ماجنتيك ريزونانس. انا موجود عندنا بروتون ان ام ار وعندنا كربون 13 ان ام ار. البروتون بيعرفني ان عندي كام نمبر، النمبر اوف بروتونز اللي موجود عندي في الكومباوند كام عددهم. ده كمان بيعرفني النيتشر بتاعتهم، هل انا موجود عندنا سي اتش اروماتيك، هل انا موجود عندنا سي دبل بوند او اتش الدهايد، هل انا موجود عندنا سي دبل بوند او او اتش كربوكسيليك، هل انا موجود عندنا سي اتش اروماتيك، هل انا موجود عندنا في مثلا او اتش، هل انا موجود عندنا سي اتش الفاتيك. بالطريقه دي طبعا يا جماعه ده بالنسبه للبروتون. الكربون كمان بيعرفني على النيتشر بتاعه الكربونز، هل انا موجود عندنا في كربونيل جروبس، هل انا موجود عندي اروماتيك كربونز، هل انا موجود عندنا في سي او اتش مثلا، هل انا موجود عندنا في سي اتش الفاتيك، هل انا موجود عندنا سي دبل بوند سي اوليفينيك. ده بيعرفني كمان النمبر اوف كربونز كمان اللي موجوده في الكومباوند يا جماعه. في حاجه ثانيه اسمها اكس راي، ودي كانت يعني احدث حاجه موجوده عندنا. انا لو الكومباوند اللي موجود عندي عشان نبقى عارفين يعني كريستالاين، ده بيعرفني على الاستراكشر بتاع الكومباوند، ده بالستيريو كيمستري كمان يا جماعه بتاعته. باخد الكومباوند اللي موجود عندنا بيبقى هنا كريستالاين فورم، وبعرضه الاكس راي من 200 زاويه بالعربي كده، او 200 انجل او 200 بوزيشن او اكتر حتى كمان. فبيعرفني طبعا الاستيريو كيمستري بتاعت الكومباوند، وبيعرف لي الكومباوند ده فيه كربون ماسكه مثلا كمثال اكسجين، والاكسجين اللي موجود عندنا دي ماسكه مثلا كمثال برده يا جماعه في كربون ثاني. ده الاستيريو كيمستري بتاعت مثلا الجروب ديت كذا، لان المفروض ان هو بيبين لي الكومباوند من 200 زاويه. يبقى معنى كده كاني بعمل روتيشن للكومباوند فبتعرف على الاستيريو كيمستري. بس لازم الكومباوند اللي موجود عندي يبقى كريستالاين فورم وبيور فورم طبعا يا جماعه. دي بالنسبه للاكس راي، وده بيغنيني على الخمسه ستيبس اللي لو انا موجود عندي جهاز اكس راي طبعا بيغنيني على الخمسه ستيبس اللي احنا اتكلمنا عليهم من مده شويه. ده بالنسبه للايه ازاي اعمل ستراكشر اليوسيديشن بالنسبه للبايو اكتف كومباوند موجود عندنا. طيب هل ممكن ان انا بعد ما اشتغل وكذا سنه والكومباوند بتاعي يعني يقع او يقع في الكلينيكال ترايلز، يعني بعد ما عرفت ان هو ليه بايو اكتيفيتي وعرفت ان هو ستراكشر اليوسيديشن وبدات اصنعه، هل ممكن الكومباوند الموجود عندنا يقع او يسقط في الكلينيكال ترايلز؟ ايه المانع يعني؟ الحاجه الاولانيه ممكن لو الكومباوند موجود عندنا انستيبل، جربت الاستابيليتي بتاعته او جربت ان انا اعمل انجكشن، اول ما اعمل له انجكشن في جسم الانسان او في الانيمالز حتى بص ليه بيتكسر. كان في كومباوند في التسعينات اسمه كيوراسين اي. كيوراسين اي ده عباره عن لايبوبوبتايد، عباره عن امينو اسيد، وبالاضافه طبعا ل فاتي اسيد تشين هنا يا جماعه. الكومباوند ده كان ليه سايتوتوكسيك اكتيفيتي عاليه جدا، وكان ليه انتي ميتوتيك اكتيفيتي عاليه جدا، اتنشر عنه في النيتشر والساينس، وكان كومباوند بقى خلاص هنعمل حاجه انتي كانسر دراج جديده. بس بعد كده في الكلينيكال ترايلز كل ما يجوا يعملوا له انجكشن في الانيمالز مفيش بيولوجيكال اكتيفيتي. احنا شايفين هنا الجروبس اللي موجوده عندنا دي سهله قوي انها تتكسر يعني ممكن باوكسيديشن اي نوع من انواع الايه الرياكشنز اللي موجوده عندنا طبعا في الجسم. يبقى مؤكد في الحاله دي الكومباوند ده كان انستيبل، جربوا له كل الطرق ان هم يزودوا الاستابيليتي بتاعته ما ينفعش. فوقع بعد كده وما بقاش نسمع حاجه عن الكيوراسين ايه. هل الكومباوند اللي موجود عندنا ممكن يبقى توكسيك؟ ممكن يبقى توكسيك. كان في كومباوند برضو اسمه كهاليلايد اف،
ده كومباوند ده كان ليه اصلا بيعمل ابوبتوزس للكانسر سيلز، وكانوا يعني بيتوعدوا بيه ان هو هيبقى كومباوند ملوش حل كبولي بيبتايد، ولكن الكومباوند ده فيري سترونجلي توكسيك، وبالتالي طبعا ما قدروش طبعا يكملوا، ووقع برضو الكومباوند دوت في عمليه الكلينيكال ترايلز. كما ممكن كمان يبقى موجود عندنا انسفيشنت سبلاي. طب ما هو انسفيشنت سبلاي، ما انت قلت لنا ان انا ممكن اعمل كيميكال سينس او سيمي سينس، ده ممكن الكومباوند يبقى موجود عندي فيري سترونجلي كومبلكس اصلا، وبالتالي عمليه وفي يعني لارج نمبر من الستيريو سنترز، اجي اعمل عمليه سينسز ابص الاقي صعب قوي، وبتاخد مثلا 50 ستيب 100 ستيب عبال ما اصنع. ويبقى احنا عارفين الرياكشنز ما بتبقاش ستوشيومتريك، يعني كل خطوه مثلا باخد 20% 5% كريزلت، ابص الاقي في الاخر خالص ما بحصلش على حاجه في الكيميكال سينسز. يبقى مؤكد في الحاله دي ممكن الانسفيشنت سبلاي والكومبلكسيتي بتاعت الكومباوند والنمبر واللارج نمبر اوف ستيريو سنترز تخلي الكومباوند يقع. ممكن هنا ديفيكالت سينس زي ما قلنا مده شويه. طبعا الكومباوند عشان ينجح في الكلينيكال ترايلز ويبقى ابروفد المفروض ان هو تقريبا يا جماعه بياخد حوالي 30 ل 40 سنه عشان نبقى عارفين يعني، وبيتكلف تقريبا 1 بليون دولار يعني حوالي مليار دولار النهارده. عشان كده طبعا الادويه اللي مكتشفه النهارده من المارين دراجز كلها ادويه غاليه جدا، واللي بيتحكم فيها زي ما قلنا لمده شويه الامريكان. وده اكزامبل الابليدين. الابليدين النهارده يا جماعه عشان نبقى عارفين يعني ده من السايكليك ديبسي بيبتايد زي ما احنا شايفين اهو، ادي في استر جروب وفي امايد جروبس طبعا زي ما احنا شايفين برده يا جماعه. يبقى ده بيبتايد وفي نفس الوقت في استر جروب بنسميه ديبسي بيبتايد، لان البيبسي ما بيقدرش يعمل له كومبليت هيدروليسيس طبعا. لو جينا بس اتكلمنا عن اول كلاس من الكلاسز او اول برانش من البرانشز بتاعت المارين ناتشورال برودكتس اللي هو المارين توكسينز، واتكلمنا عليها بالتفصيل يا جماعه، واتكلمنا مينلي عن 6 كومباوندز، ولكن هو في اصلا اكتر من 1000 كومباوند عشان نكون عارفين 1000 توكسين. ممكن التوكسينز دي كلها على فكره يتعمل لها سينسز وتتحول لايه لدراجز، زي ما احنا شفنا في حاله التترودو توكسين واتكلمنا عليه. التترودو توكسين طبعا يا جماعه وقلنا ان هو كان اتفصل من بافر فيش. البفر فيش اللي موجود عندنا اللي هي السمكه البالونه او السمكه الارنب، التترودو توكسين ده عباره عن بولي ايثر، وفي نفس الوقت في جوانيدين جروب بيسموه حتى الكالويد. ده الكومباوند اللي موجود عندنا ده النهارده كان صوديوم شانل بلوكر وله لوكال اناستيك اكتيفيتي، والنهارده بقى زي ما قلنا شركه ويكس الكنديه بدات تنتجه كحاجه اسمها هال نيورون، وده بتعمل له انجكشن انترافينوس، يعني معنى كده ان هو بيعمل صوديوم تشانل بلوكينج اكتيفيتي في كل الجسم، وبالتالي طبعا مش هحس بجسمي كله. لو انا موجود عندنا كرونيك بين من الكانسر ده انا ممكن استخدمه في الحاله ديت، وفيري سترونج يعني بين كيلر ومور اكتيف زان المورفين 3000 مره طبعا يا جماعه. ده مش كده كمان، ده هما بيقولوا ان احنا ممكن نستخدمه للناس اللي خلاص بقى عندها دراج ريزيستنس بالنسبه للاوبويدز. ممكن استخدم التترودو توكسين يعني عشان يبقى بين كيلر طبعا. احنا شرحنا طبعا لو احنا فاكرين طبعا يا جماعه برده هو الصوديوم تشانل بلوكينج اكتيفيتي، هنا بيقفل الصوديوم تشانلز بيبقى يشتغل كليجند يعني، وبالتالي طبعا بيمنع دخول الصوديوم اللي موجود عندي، وبالتالي بيمنع عمليه البولاريزيشن والديبولاريزيشن، وبالتالي طبعا ما بحسش باي بين لان مفيش بين ترانسميشن يعني. اتكلمنا طبعا عن البالي توكسين، ولو احنا فاكرين يا جماعه اتكلمنا عن المايتو توكسين والبريف توكسين بي، واتكلمنا عن السيجوا توكسين، واتكلمنا عن الجيلي فيش توكسينز، كل الحاجات دي اتكلمنا عليها، وقلنا ان البالي توكسين من الحاجات اللي موجوده عندنا يعتبر بولي سايكليك بولي ايثر، وفي نفس الوقت كان بيشتغل اصلا يا جماعه بيعمل انهبيشن للاي تي بيز او صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، وبالتالي بيزود لي كميه صوديوم جوه السيلز، بيزود الكونتراكتبيلتي بتاعت اي ماسلز، وخصوصا مثلا على سبيل المثال هارت ماسلز. الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا ان هو بيشتغل على الكالسيوم تشانلز كمان، بيزود الكالسيوم انفلكس، بيزود لي الصوديوم والكالسيوم في نفس الوقت جوه السيلز، يبقى بيزود الكونتراكتبيلتي بتاعت الايه اي سيل او اي ماسل موجود عندنا، وبالتالي طبعا ممكن يساهم ككارديوتونيك، وهو نفس الميكانيزم الخاص بالدايجوكس اللي احنا فاكرين طبعا يا جماعه. هو على فكره كان البالي توكسين كانوا بداوا يجربوه في عشان يعالجوا بيه يعني السندروم اوف امبروبر سكريشن بتاع الانتي دايوريتيك هرمون، ولا عشان يزود لي الصوديوم كونسنتريشن جوه السيلز، ولكن لقوا ان هو كمان بيزود لي الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم. هو ده الكلام اللي مش عايزينه،
يبقى معنى كده ان هو بيعمل لي اصلا بالعربي كده كارديو تونيك اكتيفيتي، ده ممكن يعمل كاردياك اريست لو انا حنت الشخص بكميه كبيره، يبقى معنى كده وقف استخدامه في التريتمنت اوف سكريشن اوف امبروبر سكريشن معلش اوف انتي دايوريتيك هرمون اتوقف. ولكن ممكن يكون موجود عندنا البريف توكسين والسيجوا توكسين لانهم بيزودوا الصوديوم انفلاكس جوه السيلز، ده انا ممكن استخدمهم في التريتمنت اوف امبروبر سكريشن الخاص بالانتي دايوريتيك هرمون. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده برضو يا جماعه عن الكيميكال دايفرستي، ان في اصلا جروبس مختلفه من الاكتيف كونستيتوينتس موجوده في المارين كرياتشرز زي النيوكليوسايدز والسايكليك بيبتايدز والسايكليك ديبسي بيبتايدز واللينير بيبتايدز والالكلويدز، ودول كلهم كان لهم فارماكولوجيكال اكتيفيتيز مختلفه، وهم دول اللي سببوا ان يبقى ليه في مارين فارماسوتيكالز يكون موجود عندنا. طبعا ودي كان اول اكزامبل بنتكلم عليها اللي هو البيبتايدز، وقلنا ان هي دراجز اوف فيوتشر. ليه هي دراج اوف فيوتشر؟ انا عارف اصلا يا جماعه عشان نبقى عارفين يعني ان كل الكيميكال ترانسميترز اللي موجوده عندي في جسمي تقريبا كلها بولي بيبتايدز، يبقى معنى كده ان انا هنا دلوقتي البولي بيبتايدز من الكاركترز بتاعتها انها ممكن تعمل انتاجونيزم للبولي بيبتايدز اللي موجوده عندي، او ممكن تعمل سينرجيزم، يبقى معنى كده انها سبيسيفيك ما بتاثرش على حاجه الا حاجه معينه، يعني مش بتاثر على كل حاجه. لا ممكن استخدمها في لو كونسنتريشن طبعا، لها لو توكسيستي لانها سبيسيفيك زي ما قلنا موجود شويه بتاثر او تعمل كومبيتيشن مع سيرتن تايب من البولي بيبتايدز الموجوده عندي في جسمي. لها دايفيرس بايولوجيكال اكتيفيتيز زي ما تبقى انتي بايوتكس مثلا، في بعض جروبس ولحد دلوقتي في اصلا يا جماعه في الليت كلينيكال ترايلز في سيرتن تايبس من الانتي بايوتكس بولي بيبتايدز عشان نبقى عارفين. ممكن يستخدم في الاتش اي في كمان، يعني في حاجات من البولي بيبتايدز بتم، كان في حاجه اسمها بابوامايد، ده من الحاجات اللي بتعمل انهبيشن لعمليه الاتاتشمنت الخاصه بالاتش اي في على الهيومن سيلز، ده ممكن يكون لها انتي كانسر اكتيفيتي زي ما احنا شفنا اصلا كاكزامبل يا جماعه البلاتي ديبسن او الابليدين، شفنا البرنتوكسيماب، حاجات كتير قوي يعني. ممكن يبقى لها انتي انفلاماتوري اكتيفيتي طبعا زي ما احنا شفنا في حاله اللينير او السايكليك بيبتايدز اللي موجوده عندنا كاكزامبل لها، يعني اللي هو الاوميجا كونوتوكسين، ده من الحاجات اللي تعتبر انتي انفلاماتوري طبعا زي ما احنا عارفين. في ديفينيشن موجود عندنا تاني او التايبس بتاعت البيبتايدز اكوردنج تو بايو سينسز، ممكن يبقى موجود عندنا ريبوزوم البولي بيبتايدز، ودي اللي بيحصل فيها هنا ان انا ببص الاقي موجود عندنا جين كلاستر او دي ان اي بيحصل له ترانسكريبشن واديني مسنجر ار ان اي، المسنجر ار ان اي بيطلع بره النيوكليوس ويوصل للسيتوبلازم ويدخل على الريبوزوم يتقري ويديني اصلا بولي بيبتايد، ده بيسموها ريبوزوم البولي بيبتايد. في حاجه تانية ما قدروش يلقولها جين كلاستر اصلا يا جماعه، مش نفس السيكونس او نفس الستبس ديت، لقوها موجود عندنا في قلب المارين كرياتشرز بس ما لقوش لها جين كلاسترز في قلب النيوكليس، فسموها نان رايبوزوم البولي بيبتايدز، يعني معنى كده انها ما بتتصنعش عن طريق الرايبوزوم او اللي هو التكنيك او الستبس اللي احنا عارفينها يعني، فسموها نان رايبوزوم البولي بيبتايدز. هما انجتوا الحقيقه يعني عشان نبقى عارفين يعني، جم قالوا ده ممكن بتصنع من حاجه اسمها نان رايبوزومال بولي بيبتايد سينثيزيس، يعني في انزيمز موجود عندنا كده في السيتوبلازم، هم بيقولوا كده برضو يا جماعه هي دي اللي بتصنع البولي بيبتايدز. ولكن طب الانزيمز دي جايه منين؟ اتصنعت منين؟ ما الانزيمز دي لازم يبقى لها جين كلاستر موجود في قلب النيوكليس. هم عشان نبقى عارفين برضو يا جماعه، ما يعني كان في السبعينات والثمانينات ما كانش لسه المارين بايوتكنولوجي اتقدم قوي كده، فما كانوش يعرفوا ان هم يبداوا يعرفوا او يفصلوا الجين كلاستر ازاي اصلا يا جماعه. او كمان في نفس الوقت مش كده كمان، ده كمان ممكن يكون موجود عندنا مايكرو اورجانيزم عايش على سيرتن تايب من الكرياتشر، ايه اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيصنع لي اصلا البولي بيبتايد ويبقى موجود عندنا في قلب الايه، زي ما احنا شفنا مثلا كاكزامبل مثلا يا جماعه الابليدين، الابليدين ده بولي بيبتايد بس مش هو اللي الابليديا مش هي اللي بتصنعه، ده نوع من انواع الميكروبس بتعيش على الابليديوم وهي دي اللي بتصنعه وتنقله للابليديوم.
يبقى معنى كده ان انا مش هلاقي جين كلاستر في قلب الابليديم الخاص بالابليدين، ولكن الاقيه في مايكرو اورجانيزمز تانية. ده الكلام ده ما كانوش لسه يعرفوه، فقالوا ان اللي ايه بدل ما لقيناش الجين كلاستر في قلب الاورجانيزم اللي موجود فيه الاكتيف كونستيتيونت، يبقى خلاص هنسميها نان رايبوزومال بوليبيبتايد، وده تسميه مش صح عشان نبقى عارفين يعني.